طيب القضية هنا اللي أنا عايز أقوله هي قضية أوسع بكتير عشان تقولي لي النهاردة 1200 صنف و20%. أقول لك حاجة بسيطة، إن أنت بتقولي ده دواء ب 6 جنيه. عارف احنا تعبئه الشرايط عندنا عامله ازاي؟ والدكتور ياكد هذا الكلام. سبع اقراص في الشريط بتاع السكر او بتاع الضغط او طب ما سبعه في اربعه ب 28، يعني السته دي ما هيش سته. تمام. الكلام سته. ممكن 30 دي تكون سعر شريط. يبقى الدواء في الشهر بكام؟ يبقى بمبلغ ما هوش ست يعني. ما هوش 30، ده هو 120. فانا بشوف ان ده كوزموتيك يعني، مع احترامي. احنا اتكلمنا مع الاسف الشديد الحل ده اللي اقره غرفه صناعه الدواء. مع الاسف الشديد ان غرفه صناعه الدواء بتمثل كاستشاريه لوزاره وزير الصحه في قراراته، وده كونفليكت اوف انترست، ده تضارب في المصالح. ما ينفعش ابقى انا المصنع اقعد احط القرار مع الوزير. يعني حضرتك شايف المصنع ومنتفع بالظبط كده؟ حضرتك شايف ان القرار مش مدروس جيدا نهائي. وعلى فكره هم عارفين احنا قعدنا قدامهم اتكلمنا في اهرام، كانت عامله ندوه من شهر كنت انا موجود فيها، وكان رئيس مدير اداره مركزيه لشؤون الصيدله كان موجود فيها. وقلنا كل هذه الحلول، وقلنا تتاخرتوا ليه؟ قالوا احنا بندرس. فتبخضوا في الاخر وطلعوا لنا بهذا الكلام. ده مش يعني ببساطه لن يحل المشكله.